تصدر تاريخ الأول من ماي أجندات العالم بانتصارات سجلها العمال عبر التاريخ منذ عام 56 800 وألف، مكاسب مهنية عالمية يبدو أنها لم تجد طريقها إلى المغرب بعد، مغرب استبد به حكامه فحشروه في زاوية الاستعباد وأبدعوا في إذلال شعبه وتجويعه. حل عيد العمال على الشعب المغربي بخيبات أمل متتالية وأحوال معيشية ضنكة عصفت بالطبقة العاملة وقضت على الطبقة الفقيرة، فاحتكم الشعب للشارع بعد أن اصطدم بأصنام في الحكومة لا ترى ولا تنفع ولا تسمع بمظاهرات حاشدة غطت شوارع الرباط في يوم كان من المفترض أن يكون عيدا يحتفي به العالم قاطبا منذ عقود تجاوزها الزمن. المظاهرات لم يكل الشعب فيها من رفع ذات الشعارات، شعارات تتحدث عن شروط العيش الكريم والحد من غلاء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية ودفع أجور العمال، وبلغت الأوضاع ذروة الاحتقان والبؤس بتضخم سنوي بلغ 10.1%، وهو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي. اختنق الشعب بما تحمله الكلمة من معنى، فكانت هاته أحواله في أماكن افترض أنها للترويح عن النفس. أزمة تشعبت أزقتها واشتدت قتامة المشهد فيها أمام حكومة تجرعت من المخدرات ما أفقدها الأهلية في التحكيم والتعنت في التدبير، فهوت بالبلاد والعباد إلى الحضيض الأسفلي. لكن للتاريخ رأي آخر، فقد دون في صفحاته أن الاستبداد لعنة تحمل بذور فنائها في داخلها ومرحلة عابرة في عمر الحضارات والشعوب.